أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحباب. يسعد لي أوقاتكم يا صبايا، كيفكم؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله تكونوا كلكم بخير. وانتوا عم تحضروا فيديو اليوم، طولت عليكم الغيبة بس صار عندي ظروف رح تعرفوها بالفيديو. ما حسنت أنزل فيها فيديوهات مع أنه أنا مصورة، بس ما كنت عم بحسن أنزل فيديوهات. خلي لي قلبكم، بتشكر كل صبية انضمت لقناتي جديد، وخلينا نبلش الفيديو مع بعض. هلا هون يا صبايا، جوزي جاب مشاوي كبابة مشوية، أنا رح أرجع أسخنها هون بالفرن مرة تانية. وعملت تبولة وقليت صحن بطاطا. والله يا صبايا من قبل تقريبا رمضان بثلاث أيام أجوا من شركة الغاز وشالوا لي ساعة الغاز كلياتها، لأنه نحن ما كنا فاتحين على اسمنا، من أول ما سكنا بالبيت كانت مفتوحة، أجوا شالوا لي إياها. وتقريبا ضليت أسبوعين بلا غاز، بين ما حكينا مع صاحب البيت ورجع جوزي فتحها على اسمه من جديد. ومع ذلك اجوا وقت الفحص فحصوا، قال التمديد مو نظامي، لانه محطوط كان الكومبي محطوط كان بالمطبخ، قال بده انه يكون الكومبي انه محطوط مثلا، يكون المحل مو محطوط ما يكون مدخني، يكون انه هيك راسا يعني على الشارع على برا، ما يكون هيك على المدخله تبعيت البناية. اي والله يا صبايا، واجوا خربوا ومددوا وقام بيتي وبرك الحمد لله، وكنا كل هالفتره ملتهيين فيه. اي والله الحمد لله رب العالمين. بكره رح احط لكم بالفيديو اللي بعد هاد شلون بيتي قام وبرك. الحمد لله رب العالمين، صار وقت المغرب وصار الفطور جاهز، فطرنا الله يديم علينا النعم يا رب. بعد ما خلصنا فطور عبجلي كنت عجنة عجينة المعروك، ولا بدأ رفيق جوزي لبسوا جهزوا بحالكم، نحن هون قريبين منكم جايين ناخدكم. اي والله شوفوا هون شلون مزينة، زينة كتير حلوة، عاملة زينة رمضان. الله هيك يعيدوا علينا يا رب بالخير والصحة وراحة البال. خلي لي قلبكم انا، والله ما شاء الله الزينة كانت كتير كتير حلوة. اول ما دخلنا نحن طلعنا قبل الرجال، دخلنا اول شيء محل ما كانت مزينة، اي عن جد يعني الزينة كتير عجبتني. إن شاء الله بألف هنا يا حبيبة قلبي، خلي لي قلب أنا. أي والله كتير رانيا كتير كتير صديقة غالية على قلبي، ويعني هي أخت لألي هون، أنا هون ما عندي أخت، هي أخت لألي. خلي لي قلبها وهيك الله يسعدها يا رب ويجعل أيامها كلياتها فرح وسعادة. فلما عم تورجيني زينة رمضان قلت لها خليني دقيقة بس أصور، قالت لي يلا صوري. اي والله وهيك حبيت اصور لكم هيك الزينه لانه كانت كتير حلوه. وشوفوا لي هالعصفورين شقد حلوين ما شاء الله، كتير كتير حلوين وصوتهم ما شاء الله بياخذ العقل، بس هون كان صوت الاولاد فانا لغيت الصوت يعني عم سجل صوتي بداله. اي ما شاء الله كتير كتير حلوين، انا كتير بحب العصافير وكان عندي بس بسبب انه بوسخوا هيك. اي والله ف يعني وقتها بعناهن، بس عن جد صوتهم الصبح بياخد العقل. وهون جبنا لكم هالعجينة وقلت لها تعالي حتى نعمل معروكات ان شاء الله ينجح يا رب. هون كان تاني مرة بعمل المعروك. اي والله وبلشنا، مديت لكم اياها. اي والله وبلشنا بقى بدنا نسوي المعروك. او قلت لك هاتي وين الشوبك اعطيني شوبك، او قلت لي ما عندي شوبك. قلت لها بعرف كنت جبت شوبكي معي. الله يسعدها يا رب هيك ويسعدكم ويريح بالكم. اي والله هون بلشنا هيك شكل المعروك، عمل له شكل يعني انا هيك على السريع. هلا هو بصير احسن من هيك، بتحس واحد بيحسن يعمل موديلات بس على السرعه. عملناه هيك شكل القرص، وعملت له هيك شكل دوائر على الوش يعني انه موديل. اي والله يا صبايا خلي لي قلبكم انا، انتوا شلونكم شو اخباركم طمنوني عنكم. هلا بلشت هيك اجواء العيد، بس انا يعني في كان تقصير بالفيديوهات فلذلك عم بنزلكم هدول الفيديوهات، مع انه والله نازل لازم كنت انزلكم يعني فيديوهات
تجهيزات العيد والله فيديو ورا فيديو معود منعوض الكسر اللي صار علينا. خليني قلبكم. وهلا هون دهنت وشه للمعروك زيت نباتي. جربت اول مره دهنته بصفار البيض، حسيته هيك عطى هيك يعني ما بعرف شويه هيك على شويه زنوخه. فهون خليت زيت نباتي على الوش، كمان بصير زيت نباتي وحبه بركه وسمسم. والله هون رح نحطهم بالفرن. والله هيك طلع يعني معروك غروم. الحمد لله رب العالمين نجح. انا كنت اكلي هم ما يزبط يعني ايام، لانه واحد اذا كان بده شغله تزبط ما بتزبط معه. الحمد لله رب العالمين. اي والله طلع يعني حتى طعمته طيبه ولونه كتير حلو. وهلا هون صار جاهز، رح نحطه بالفرن ونورديكم النتيجه. شوفوا لي هالنتيجه، والله شكله بشهية صبايا وطعمته والله عن جد كتير طيبة. انتوا عم بتعملوا المعروك بالبيت ولا عم تجيبوا جاهز؟ وهلا هوني بلشت ادهنه بالقطر، اول ما طلع بقطر بيرت تكونوا مجهزينه. انا هلا عملت قرصين. ايه والله يا صبايا عملت اول صينية وتاني صينية، يعني انا عملت كيلو طحين. بين هون كنت انا عم بحط القطر على الوش، طبعا هي جهزت لي كمان القطر. خلي لي قلبك انا روحي. اي والله هون كانت رانيا عم تجهز البركه. اي والله الله هيك يا رب يعطيه الف عافيه والله يرزقهم. والله كانت مجهزه التمر هندي بارد هيك وشي بل القلب عن جد كتير كتير طيب. الله يسلم ايديها. وحطت لنا هريسه الجاتو، وحطت لنا هريسه، وحطت لنا هيك جهزت هيك بركة. خلي لي قلبة أنا. ايه والله عن جد كتير كتير تسلينا وانبسطنا. بس المشكلة انه بيتي بعيد على بيته، يعني هي المشكلة انه يعني ما بنجتمع كتير. ايه والله لو بس هيك بيتي قريب على بيته، يعني هيك يا ريتها جارتي وساكني بحارتي. عن جد في ناس يعني عن جد بتتمنوا يكونوا قراب منكم ودائما تشوفوهم. اي سبحان الله دائما الظروف عم بتحكمنا. بتلاقي اذا كان شخص غالي عليك واتفقتي معه وهيك يعني بتحبيه، بتلاقي دائما بكون بعيد. حسب عالم بغير محافظة، عالم بغير منطقة، عالم تلاقي بيتها بعيد على بيتك، مشكل ملون. اي والله وهيك بركة عن جد كتير كتير حلوة. قعدنا وتسلينا وهيك صرنا هون كان يعني فترة ما شايفين بعض. كمان أنا عملت هيك ببيتي وبقصة الغاز ودنيا رمضان، وهي كمان يعني شفتوا رمضان عزايم وروحات وجيات. ايه والله واحد بيلتهي والله الدنيا يا صبايا عن جد كتير بتلهي كتير. بتكونوا بمكان بتصيروا بمكان، بتكونوا عم تعملوا شي بتصيروا عم تعملوا شي تاني، والأيام عم تمضى وبتقلب. الله هو هيك يا رب يرحمنا وهيك يرزقنا حسن الختام احسن الشيء. شوفوا لي بالله هالمعروكات، شوفوا لي شاو هالمعروك ما بين هذا الملوك. والله عن جد طعمته كتير طيبه، مو لانه انا عملته يعني. وهيك كانوا معروكاتي، هي نتيجه المعروك. وهي كانت البركه مع رفيقه عمري. خلي لي قلبي انا والله هيك لا يفرقنا يا رب. هون عملت لي فنجان قهوه من تحت ايديها. لك يسلم ايديكي أبوس قلبك أنا يا عمري. والله هيك خلينا لبعض ولا يبعدنا عن بعض ولا يفرقنا يا رب. وهي أحلى قلب مني ومن رانيا. خلي لي قلبي رنو، الله لا يحرمني منك يا عمري. وهذا الفيديو رح يضل ذكرى بالأيام، نبرك أنا وياك نتفرج عليه وهيك نسترجع أيام زمان والذكريات. اشتقنا رمضان اشتقنا، صار لك شهور مفارقنا. اشتقنا رمضان اشتقنا، صار لك شهور مفارقنا. يا محلى الدوب بغيابه من نار الرب بيعتقنا. يا محلى الدوب بغيابه.
ايامك من نار الرب بيعتقنا. والله اشتقنا والله اشتقنا مستني تيل هلالك. والله اشتاقوا لك يا احبابك، اشتاقوا لجمعة صلواتك.